لاعبين في مباراة القمة، مباراة كبيرة جدا، مباراة منتظرة، مباراة تشتعل في النهائي، ولكن إلى حد الآن الريال يبقى للفتح الرباطي في انتظار أن تضرب مدى فعل أزرق وأن تقول كلمتها في الليلة. هنا النقاش يدخل من جديد، يكتب المباراة الوانتو والتيكي تاكا واحدة بليش يا ولدي. إلى حد الآن معاينة الأبطال في انتظار قمة الليلة، في انتظار من سيحمل الكأس في الأذنين، هل الأحمر أو الريمونتادا للأزرق من جديد. الله على المباراة تشتعل إلى حد الآن وتقول إلى حد الآن أن الفتح الرباطي الذي يمتلك المدرسة ومن بين المدارس الكروية الواحدة في المغرب إلى حد الآن بانتظار صافرة قاضي المباراة الحكم السيد خالد قاضي المباراة الليلة، قاضي النهائي لمن سيحدد الليلة وعلى من ستصفق الايادي وعلى من ستلقي العيون. لا اقول هذا ولا ذاك لان بين هذا وذاك من سيعبر من وهل ستعبر الجدار. يا الله على هذا اللاعب، أكيد البحث كله عن المباراة والبحث عن الهدف الثاني. أكيد السيد بلال متشكر الحكم الكبير الذي يقود مباراة النهائي، أكيد الحكم الكبير الذي ربما حكام واعدين، حكام العظمى عظمى الشمال واعدين جدا، نتمنى لهم مشوار جيد في البطولة الاحترافية وفي قادم المواعيد. أكيد مدرسة التحكيم المغربية بدأت ترتقي بوجودها كذلك، نتمنى بوجودها في كأس العالم في انتظار الواعد والموعد الكبير في شهر يونيو 2018 كأس العالم الورد كوب في روسيا. يمشي من جديد سلامات، نتمنى توقيف الكرة من جديد وتوقيف المباراة. هنا السيد بلال يعاين اللاعب المتميز الأروع والحقيقة الليلة، قدم أداء رائع في المباراة. هنا الطاقم المشكورين، السيادة الفريق الفتح الرباطي، مشكور السيد سعيد تيجانا أكرم نظيف وعزيز البلول في هذه الليلة، الطاقم الكبير يساند ويساند في انتظار حفل اللقب، في انتظار العبور، في انتظار أن تفرح وتسبق لهم الأيادي فيما قدموه من المباريات. أكيد الليلة ممتعة جدا وأجواء جميلة جدا مرت فيها كل المباريات، ومشكورين كل الفرق المشاركة، مشكور كل على حدة على بقائهم وعلى مستنداتهم لأبطالهم ورفقائهم وعلى معاينتهم لهذه المباريات. أكيد الكل مشكور، والشكر كله للسيد عبد الرحيم الذي يعمل جاهدا في القضاء من أجل أن نعطي هذه الصورة الليلة، من أجل أن تكون الصورة الليلة كما تلاحظون وكما تشاهدون الليلة. هنا أكيد تبرم من جديد صورة أخرى وصورة تعطي أناقة لمدينة طنجة العالية في انتظار الأكبر والكبير تحمل اللقب لاتحاد طنجة. فهذا العام ممكن أن يكون عام الفرقاء، فريق كبير جدا، أكيد عروسة الشمال بانتظار حمل لقب هذا العام. نعود للمباراة، نعود للأجواء، نعود للفريقين، أكيد في انتظار الهدف الآخر. تبقى المباراة 3-0 إلى حد الآن، إلى حد الآن اللاعب الكبير والمتواضع جدا رقم 6 وليد ماريكان حامل دفاعات الفريق وسط ميدان متألق جدا في المباريات. هنا عميد الفريق في انتظار البحث ومن جديد، مش ممكن مش معقول. المباراة إلى حد الآن 3-0 للكتيبة الحمراء، والديربي العار
الاحتفال بعد ان انتظر في عاصمة الاقتصادية كازابلانكا بالتعادل بين الرجاء والوداد. فهل ستكون كذلك؟ هل سنعبر للركلات الجزاء ام ستبقى النتيجة كما هي ويفوز الفتح الرباطي ويحمل الكاس بأذنيه وتسبق له نيادي على ما قدمه في المباراة؟ يمشي من جديد، هي عبر رقم 10 خطير جدا، خطير هذا اللاعب جدا، اللاعب الكبير المتواضع الذي قدم انجاز كبير في حران كل مبارياته. يمشي من جديد، الاكاديمية خطوة بخطوة بانتظار ان ياتي الجديد، بانتظار ان تكتب له هدف اخر. هنا اللقاء، يمشي من جديد، حط لكن التصنيف، الدفاعات متوقفة منيح. الوليد يحمل الكبير حامل دفاعات الفريق جدار الذي لا يقهر في المباريات. اكيد لحد الان في انتظار صافرة الحكم، في انتظار المصدر في لحظات ان تكون هذا بداك، ولكن مازال عندك وقت، مازال عندك وقت، مازال الدقائق امامك لكي تكسب المباراه او تسترجع النفس من جديد وتسجل من جديد وتعود. الا يقال لك ان كره القدم علمتنا المفاجات؟ الم تكن الريمونتادا لروما وبرشلونه والريمونتادا للريال واليوفي؟ وهل ستكون الريمونتادا الليله في المباراه؟ يمشي من جديد، يتحول بين هذا وذاك، بين جمهور هذا الفريق وذاك، وحذاري من الاخطاء وعن سقط المباراة من جديد. اللاعبين مشكورين، يمشي من جديد، يحب يمشي ابناء الاكاديمية، علي اسماعيل وادي مشطار، اكيد لاعبين متميزين في كل المباريات، لكن في انتظار ان يقدم المزيد في هذه المباراة، وان يقدم المزيد من اجل ان يعود في المباراة، وانت تستعيد الاكاديمية من جديد قواتها، وان تسجل هذا الاول او ثاني لمن الثالث، وان نعود لضربات الجزاء. الى حتى الان المباراة تسير بتمام، المباراة تسير لاثبات الكبير يبقى كبير في المباراة. الى حتى الان مجريات المباراة تصل الى نهاياتها في انتظار الدقائق القادمة جدا، ولكن مدى الوقت. يمشي عميد الفريق، يمشي عمر عمري، العمري يمشي العماري من جديد، يحب حتى رفيقه صديقه حبيبه في المباراة. الى حتى الان المباراة لم تكتب الا من جهة واحدة الا للفتح الرباطي. رقم 6 يمشي من جديد، وليد ماريكان الى حتى الان يبحث من جديد على الرباعية وقبل المباراة. الى حتى الان المباراة من جديد، المقاسية التي كادت ان تخدع الحارس. هنا التغيير من جديد، الخروج والدخول، رقم 2 يغادر الولادي، يغادر رقعة الميدان ويدخل من جديد المهدي من جديد الذي منتظر ان يعطي الاضافة للفريق قبل ان تنتهي المباراة على لحظات وعلى رداءات. اكيد الازرق والاحمر يعيش نهايات الدقائق الثلاث. رقم 6 من جديد، يمشي اللاعب وليد دائما وابدا تجده يحمي فريقه، يحمي جدار دفاعات فريقه. هنا حتى الان يقدم مباراة رائعة. اكيد هؤلاء اللاعبين لهم مازال تنتظرهم مشوارات كبير جدا، مشوار رائع جدا. يمشي من جديد حتى يرجع، يرجع بالكرة، يرجع متواضعا نقصا، ولكن الى وين؟ الى وين؟ الدفاعات متوقفة، وقفوا لهم في الدفاعات، وضعوا لهم جدارات برلين الفتح الرباطي. الليلة المباراة لا تكون الليلة المباراة أكيد من جهة واحدة، الفتح الرباطي في الثلاثية أكيد يستحق اللقب ويستحق أن يكون بطل هذه النسخة، وكذلك الأكاديمية يستحق أن يكون بطل هذه الليلة، لأن ما قدمه من إنجاز خلال مبارياته، خلال مشواره الليلة، لأن
من المتوقع جدا ان تلعب 100 دقيقه او 125 دقيقه فهذا يبقى مشكور عليها اللاعبين لان تلعب كل المباريات حتى النهائي يبقى المجهود كبير 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 جدا. الى حد الان نعود الى اجواء المباراه والنماس يعطى من جديد عن طريق قناه لزكريا عمار الذي ما زال يبحث عن الرابع. الى اكاديميه هنا ما زال يبحثون ما زال يبحثون لا من حسام ولا محمد ولا ايمن. الى حد الان البحث متواصل ومتواصل لكي ياتي من جديد على اللمسه وممكن يقدم البطاقه السمراء في هذه الحاله. لمسه جد من اللاعب بانتظار ان ياتي جديد الرقم الثانيه هنا امامنا على الشاشه رضا العلوي. العلوي يجيبه عليها ويجيب الهدف الرابع. هنا اللقطه من جديد الى حد الان الاكاديميه تخسر المباراه في 3-0 بانتظار العوده. الله الله على اللقطه الكبيره جدا اللقطات الجميله جدا اكيد اجواء رائعه قدموها كل اللاعبين سواء من بلجيكا سواء من اسبانيا من فلسطين من المغرب كل الانديه قدمت انجازات جميله جدا اكيد مشكورين على الانجازات القويه جدا بانتظار من سيشعل المباراه. نعود الى اجواء اكيد الرتم سينقض الرتم العداء الحياه سيفان على اللاعبين. هنا الحارس الكبير عيسى عيسى الى حتى الان عسى ان يعود مع اصدقائه عسى ان يعود بلقب اخر لقب يحسب له هذه المره يبشر رقم 10 يبشر كبير المتواضع الاكبر لاحسن حفار دائما موجود في جميع المباريات. هنا اللقطه ولكن الدفاعات الدفاعات تتدخل وتمنع الخطر من جديد بانتظار التغيير الاخر من الفتح الرباطي بانتظار تغيير الحسين حفان ودخول من جديد لخالد العواد لكي يعطي اضافه لاصدقائه ورفقائه. هنا اللقطه من جديد يمشي يبحث ويبحث ولا زال ولكن الفتح الرباطي ضربة خطأ هنا أمامنا على الشاشة أكيد الفريق الأحمر ما زال يبحث من جديد عن إضافة الأهداف وأية أهداف في النهاية أية أهداف أكيد إلى حد الآن ممكن أن أقول قبل اللحظات وبعدها أنه سيبقى الكبير الأحمر الذي قدم مباراة كبيرة جدا يمشي للنهائي. المباراة مشتعلة منذ البداية الأحمر كشر على نيابه منذ بداية اللقاء قدم إنجاز كبير جدا اللاعبين والمعطرين وكلهم يحسب لهم هذا الأداء الرائع منذ البداية عن نصف النهائي وأن تسجل 3 أهداف أكيد شيء رائع جدا. يمشي من جديد حتى يبشر على الكرة النهائي في نهاية المباراة في نهاية اللقاء في نهاية الشطر الأخير من المباريات. هنا اللقاء يكبر من جديد بانتظار أن يقرر الحكم لنهاية المباراة بانتظار أن يعلن من سيحمل لقب الليلة بانتظار أن يسجل كلا الفريقين. يمشي من جديد حتى يبشر على الكرة حتى يحطها له يمشي من جديد يمشي بالكرة والصورة ما زال يمشي ابن الفتح الرباطي يمشي ابن العاصمة بانتظار تسجيل الهدف الاخر. هنا اللقاء ساخن جدا هنا المباراة مشتعلة من جديد اكيد مشكورين نهضة طنجة على هذا اللقاء وعلى هذا الدوري وعلى هذا الكاس وعلى هذا الكوبا مشكورين ومشكورين على هذا اللقاء الحامية جدا ان تنظم بطولة كبيرة جدا ممكن ان تكون من احلى المباريات في نسخة الخامسة بطولة كبيرة جدا. يمشي من جديد يا حبيبي هنا الكورة لكن الطار التسلل من جديد يمنع من جديد
من جديد وقتل من الحكم السيد الكبير بلال الزبار اكيد الموجود هنا هنا قاضي المباراة يبشر جديد مبروك علينا مبروك 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 للاحمر انتهت المباراة مشكورين على اللقاء والان نقدم المترو للطاقم من اجله مشكورين على المباراة شكرا سيدامين وهنيئا مصدقا الفتح الرياضي انظر الخمسة لدوري مولى الحسن الدولي في طنجة ادعو الجميع الى مغادرة ارض الملعب والتحاق بالدراجات من اجل المشاركة في حفل الختام وتوزيع الدرع وتتويجات على المتواجدين ان شاء الله ادعو الجميع وشكرا للحكام كذلك من زوج الدور مقام الحكام اذا ادعو فريق اكاديميه محمد السادس والفتح الرباطي لالتحاق المدرجات للانديه كلها اذا ادعو الجميع للاستعداد للاستماع الى النشيد الوطني اللي غادي يكون بانطلاق الحفل النهائي وادعو كل نادي بان يمنح اللجنه التنظيميه ممثل عن النادي من الاطفال بعد النشيد الوطني للالتحاق بارضيات الملعب صلوخ وغضوب من اجل ريح المزيد من الوقت ادعو الفتح الرباطي وكذلك فريق اكاديميه محمد السادس اذا من الالتحاق بالمدرجه
إذن جميع المدرجات استعداد لاستماع النشيد الوطني إعلانا ببداية حفله. إذن الجميع فوق المدرجات. نستعد على بركة الله والبداية مع النشيد الوطني المغربي تحية العلم الوطني وأدعو الجميع الوقوف احتراما للنشيد الوطني. ننطلق وأدعو الجميع للاحتفال بأماكنهم وأبدأ في استدعاء الأندية ممثل كممثل أي لاعب عن أي عن كل نادي. أدعو عن المجموعة أ سيفيا سو جروب أ سيفيا سو أطلس دار بيضاء جمعية أطلس دار بيضاء سبورتين شفشاوين المجموعة آ دائما وفريق سرمانتس وأدعو الأستاذ والزميل والأب الروحي سي عبس الزام الشعباوي لتقديم درع الدوري لهؤلاء المشاركين.
وأدعو الجميع إلى التصفيق عن هذه المواهب الصاعدة. إذا بعد المجموعة ألف أدعو ممثلين على المجموعة، أدعو كذلك عن المجموعة باء، وأدعو معهم رئيس فرع الجمعية المغربية الصحافة الرياضية الإعلامي وأيقونة الإعلام الرياضي السي محمد الصمدي. المجموعة باء، وأدعو النور فريق ممثل فريق النور يتقدم، ممثل فريق النور أيما وحرية قنيطرة، ممثل فريق حرية قنيطرة كذلك أيما اتحاد طنجة أجاكس طنجة. أعيد، المجموعة باء النور فريق النور حرية قنيطرة اتحاد طنجة وأجاكس طنجة.